بنصب عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين، ونروح نتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح عليكم مشاهدينا مره تانية، وتعالوا مع بعض نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا من ظهور بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحيه منطقه السلام وفي النفق للي جاي من الاقاليم للقاهره عن طريق الطريق الزراعي، كمان للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه كمان العكسي من المعادي للجيزه. برضه في مناطق الكثافات دي موجوده في مناطق في التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. لو رحنا لشارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضه هناك كثافات انما بسيطه ولسه مش مؤثره على الحركه المروريه. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مروريه ومكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثرة، وهتبدأ كمان تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وظهرت كمان كثافات أعلى كوبري الحدايق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري. نفس الموضوع أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. دلوقتي نروح للجيزة عشان نستعرض هناك الحالة المرورية، والمتجه من المهندسين لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر ومستمر أو بيكمل لحد ميدان لبنان. أما لو رحنا لشارع الهرم فطبعا في كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي واللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش والمذكور والطلبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية في الشارع العشرين ومكملة برضو لحد الطلبية، وكثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ومكملة لحد العشرين. بتظهر كثافات أعلى محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لحد شارع السودان في كثافات مرورية متحركة، ونفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة كمان بين السرايات وشارع النيل السياحي. تعالوا دلوقتي نروح لحد محافظة أسيوط، ومن طريقنا أسيوط طريقنا منفلوط بيشهد بعض الكثافات، والكثافات دي بتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. أما لما نوصل وهنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتبتدي كمان تقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. الطرق الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية كبيرة، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية كبيرة. هنكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية، والطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى الطريق الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان واللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد شارع 6، وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية متحركة وبتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. لو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية ومكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.